الواحد لا قدر يتكلم ولا قدر حتى ايه يعني ينطق، سبحان الله، يعني بتنفس كده ايه بأعجوبة الحمد لله. يعني كمية هري وفتي وكمية زفارة أفكار بتهب بتهب بتهب، ومشكلة من ناس كبيرة، ناس المفروض إنها فاهمة، ناس واعية. يعني أنا عايز أعرف إيه فكرتك يا عم الحاج لما تقبل بخطوبة لبنتك وتيجي عند حتة الجواز وتروح قايل إيه؟ أصل معلش أهو أنت مش قادر تجيب أوضة الأطفال، لا أنا أجل كمان سنة. معلش أصل الستاير مش عارفة اسمها كرانيش ولا إيه ما جاتش، فنأجل كمان سنتين. تأجل إيه؟ تأجل إيه؟ عرفتها ليه طريق الارتباط، وعرفتها ليه طريق الكلام في التليفونات، وعرفتها ليه أصلا إن واحد ترتبط بيه نفسيا وعاطفيا، وفي الآخر تقول معلش أصل السجاد مش علينا فهنأجل. ينفركش، إيه الهبل ده؟ إيه الهري ده؟ بتزعلوا لما تلاقوا بناتكم ماسكة تليفونات وماشية تحب في الشوارع، ولا بتزعلوا لما تلاقوا بناتكم اتقفشت مع واد، أنا آسف الكلمة، على الكورنيش، ولا بتكلم واحد على الماسنجر ولا على الواتس، ولا ايه انت مش قادر، انت ما كنتش مريت بسنها؟ يعني هي عشان بنت مشاعرها تبقى مكبوتة، علشان بنت ما تفكرش في انها تحب حد، وكمان ايه واحد ابوها قعد معايا وبيقول خطيبي وقرا فاتحة ومفروض ان هما خلاص بيجهزوا عشان يتجوزوا. انت ما مرتش بالحاجات دي كلها، ما مرتش بالتغيرات النفسية شفت انا اتلخبطت، فسيولوجية، انا مش عارفة اتكلم، انا جالي تلعثم. انا ليه بحكي الموضوع ده؟ واحده بعتالي من شويه بتقول لي ده انا مخطوبه بقالي 3 سنين، وابويا علشان معرفش حاجه في المطبخ ولا حاجه في الاجهزه الكهربائيه قال لا احنا خلاص ناجل كمان لغايه لما خطيبي يقبض الجمعيه ونجيب الحاجه. تقول لي انا مش مضطره يعني استنى ده كله، ما الحاجه كلها جاهزه. ايه يا حاج ايه ما الحاجه بنتك جاهزه، مش قادر او هو خطيبها مش قادر، ما تكمل له انت، ما تكمل لبنتك. في فرق ان انا اعزز بنتي، في فرق ان انا ادهور حالتها. لا لا، وكمان يعني انا مش عايزه اخوض في الموضوع ده قوي، انا بحاول اختصر من كل فيلم اغنيه علشان اجمع، لان انا مش عارفه انا هعمل فيديوهات تانية امتى. انا فعلا تعبانه وما بتحركش، يعني ما حتى طول النهار قاعده ما بعملش حاجه. ايه اللي يخليك كراجل محترم طول بعرض هيبه لما يجي خطيب بنتك تسيبهم وتقوم، ولا تقول لهم العيال قوم اعمل لهم شاي وانت تقوم تقرا الجورنال في البلكونه؟ ايه يا حاج، ايه يا راجل البيت، ايه هو الراجل ده خلاص كتب الكتاب؟ الراجل ده بقى واحد من العيلة خلاص، واخوها مثلا فعادي تسيبهم مع بعض؟ ده واحد بيحب واحدة وقاعد معاها في مكان مقفول. يا عم مش هيعملوا حاجة، هيحاول يمسك ايديها. بعيدا بقى عن الناس اللي يعني الحلوة الجميلة اللي تقول لي انت عشان لابسة النقاب وعشان مش يا ستي نقاب ايه، ما احنا بنعمل كل حاجة وبنغلط زي الناس ما بتغلط، وبنروح وبنيجي وبنتكلم، وكل الكلام المعفن بيطلع من بقنا، بس في الاخر بنحاول نبقى في جزء كويس، ما بنحاولش نبقى يعني مفضوحين على الملأ. كل واحد ربنا ستره بذنوب معينة. نقابي ملوش علاقة بكلامي، انا بشتم وبهزق وبتكلم وبهزر وبضحك وبغلط وبذنب وبتوب، كل الكلام ده بعمله. لكن ان انا اكون راجل قاعد ولما خطيب بنته يجي وعلي اصلا هسيبكوا على انفراد، بقى انفراد مين؟ انفراد مين؟ طب يعني بلاش الحتة دي، بلاش الحتة دي. اعرف واحد شخصيا لما بنته كانت مخطوبة كان ممكن يسيبها مع خطيبها تمام عادي، يقعدوا عشان انا واثق فيكي. اول ما الكتاب اتكتب، اول ما عقدوا، لا انت عمرك ما هتقعدي معايا، وهتكوني فاكرة ان انت هتعرفي تقعدي معاه لوحديك، ولا لا لا لا، الدخول بحساب، الخروج بحساب، المكالمة بحساب، ما تقعديش معاه كذا، ما يشوفش قصتك، تحطيش روج، اصل خلاص بقى جوزك انا ما اضمنش يطلب منك ايه. يا انت هبل، انت عبيط، انت عندك مشكله، انتوا ناس بتفكروا بخياشمكم، انت فين مشكلتك انت؟ ده واحد عاقد عليها بقى زوجها، بقى تسيبها معاه لما كان لا يحل ليها، وتيجي تتعنت وتعمل الحبتين دول لما يبقى جوزها قال يعني اصل هيحط صباعي تحت ضرسه. يا عم ما انت من الاول لو انت حاكم وشاكم ما كانش صباعك اتحط تحت ضرسه اصلا. انتوا بتفكروا ازاي؟ ازاي انتوا ماشيين على عادات كده وتقاليد؟ بتفكروا منين؟ منين بتفكروا منين؟ يا جدعان الله يكرمكم، حاولوا قبل ما تقولوا قرار ولا تفكروا تفكير او تتخذوا اي موقف، تعبتوني، لازم قبل ما تتخذوا اي موقف تعرفوا الموقف ده حلال ولا حرام، صح ولا غلط. مش هبولي، مش قرارات بتتاخد هبولي كده،
لا وانا كنت عايزه اقول لكم ايه تاني، يعني حاجات كذا موقف بيحصل، انتوا تفاهه تفاهات. لا طب يعني انا مش هتكلم في الحته دي، او خلاص خلصت فيها يعني، قلت انا بذات كده يعني انا بذات. الست بقى الحلوه الجميله اللي بعد الجواز، اللي تيجي تقول لك اصل انا معلش انا لازم اتقل على جوزي كده، وابقى بليدي في نفسي واتقل عليه علشان يفضل يحبني، والحاجات دي يفضل يحبك. تتقلي عليه مش فاهمه تتقلي عليه ازاي، يعني في فرق، في فرق ان انت تتقلي عليه، فرق ان انت تزهقيه في عيشته، في فرق ان انت ما تعرفيش تعفيه اصلا، في فرق ان تقولي لا انا مش هينفع البس كده عشانه، ومش هينفع اعمل كذا علشانه. هو انا ايه، هو انا فتاة ليل؟ انت عبيطه انت. هو الراجل ليه بيبص لواحده بره، او ان هو بيلفت نظره اي واحده بره؟ لانه ما بيلاقيهاش في زوجته. يعني هنقول فئه فئه، يعني هنقول الناس كلها كويسه، وفئه قليله مثلا اللي وحشه، اللي لو لقيت مراتها كويسه بتبص برضه بره، دي هتعتبر ناس مريضه، مريضه اخلاقيا ونفسيا وكل حاجه. بس احنا بنتكلم في الطبيعي. تتقالي عليه ازاي يعني؟ يعني تتقالي عليه ازاي؟ التون اللي بيكون في ملاطفه، في هزار، في ضحك، لكن انتي تبقي عارفه ان هو بيطلب منك شيء معين، تلبسي له حاجه، تحطي ميك اب معين، تحطي برفيوم معين، تتكلمي بطريقه معينه اثناء وقت معين، وتقولي اصل انا مش فتاه ليل. لا حضرتك كده هتخليه يروح لفتيات الليل، هتخليه يروح لاي واحده مش كويسه تعفه. انت دورك في الحياه مع جوزك انك تعفيه بالطريقه اللي هو يفهمها، والطريقه اللي هو عايزها، والطريقه اللي هو بيحبها، مش ما دامت حلال، ما دامت ما تغضبش ربنا، مش بالطريقه اللي حضرتك عايزه توصلي ليها. اعقلوا يا جماعه. ونفس الموضوع على الرجاله، اصل انا لو عملت لها كل اللي هي عايزاه تفتكرني دلدول. لا حضرتك هتبقى دلدول لو حسستها ان هي ملهاش قيمه، ملهاش كلمه، ملهاش خاطر عندك. يا جماعه المفاهيم دي انا يمكن مش مرتبه الافكار، بس مش كل مفهوم تقولوه يبقى هو ده صح، مش كل مفهوم تطلعوه من بقكم. بقكم ما بينزلش عسل، ما بينقطش شهد، انتوا بقكم بينزل استغفر الله العظيم دبش. يعني حاولوا تفهموا الكلام قبل ما تقولوه، وحاولوا الحاجات اللي تقول عليها عيب وحرام تبقى فعلا عيب وحرام. ما تحاولوش تقولوا كلام وتصدروا احكام تقتلوا بيها مشاعر، وتفتحوا بيها عيون وتقفلوا بيها سكك. ما تحاولوش تقفلوا سكك مع بعض، في سكك لو اتقفلت ما بتتفتحش خلاص، بيبقى لازم يتفتح سكك غيرها. ما دام انت مشيت سكة كملها صح، لقيتها تتعوج منك يا تختار ان انت ما تكملش وتبعد، يا تحاول تعافر. ما تجيش على حساب صحتك ولا صحتك، نفسيتك ولا نفسيتك، ما تجيش على حساب كرامتك او كرامتك، لكن حاولوا تبقوا على الود. ده بالنسبه للاتنين متجوزين اللي انا كنت لسه بحكي عليهم. اما بالنسبه يعني الراجل العظيم اللي بيسيب بنته مع خطيبها ده، يعني انا مش عايزه اقول كلمه راجل دي، يعني مهما كنت واثق في بنتك، انت على اي اساس، على اي اساس بتسيبهم مع بعض؟ ولما يتكتب الكتاب تروح قايل لا معلش اصل انا مش هتضحك عليا، وانا هحط صباعي تحت ضرسك. انا بقول النماذج دي لان دول كام رساله جت ورا بعضيها، فانا بقولها لكم بالتدريب او بالترتيب اللي انا قريتهم بيه. يعني انا مش بفتعل مثلا موضوع او حاجه، انا والله ربنا عليه ما كنت قادره اتكلم اصلا. اتقوا الله يا جماعه في نفسكم الاول، وفي الناس، وفي ذويكم. انتوا اذا كنتوا قولي امر فعقلوها، اعقلوها. ما ينفعش تكونوا قولي امر كده ومش فاهمين، يعني هنلجأ لمين احنا لو انتوا قولي الامر مش فاهمين؟ اتقوا الله.